السلام عليكم. اليوم الخال مش يكشف لكم شكونهم جماعه يحيى باباي جماعه قيسون اللي مازالوا مع قيش شعيط. باه مش تعرف المستويات نتاعهم. اليوم مش نحكيه على الراقصه ولؤلؤه الشرق بثينه فراشه، ثم المزاودي رمزي كالاتوسا، ثم الخياطه منجيه البواله. هذوما معناها نعطيكم المستوى العلمي نتاعهم، مش تعرفوا انتم علاش قادمين، مش تعرف شكون قيس يمن جنب الجهل، مش تعرف شكون اللي يتغطى بقيس. هذوما راهم قيس يمكن ما يعرفهمش والتوانسه ما تعرفهمش، ما ميسالش مش نوريكم الحقيقه. بيه. شوفوا هذه بثينه فراشه. بثينه فراشه هذه من قلعه بوفلجه، قلعه تبن بوفلجه من سيد عمرو بوحاج، كانت تشطح في العراس الليله ب 50 دينار ريفيزي. عرفتك يا جماعه تروفيزي، خدمه سنوات في معنا تشتح في العراس، ربي معاها رقاصه ربي معاها. لكن بعد ليك مات مولا الفرقه هذه اللي كانت تخدم معاه، توفى مات في اكسيدون في الحمامات. مشات حولت لسوسه، حولت في حي الرياض، هزت بنت خالتها وكل شيء وكراو في حي الرياض في سوسه. ها سيدي يا بن سيدي، هكا هو دورها يخدم وترى شنو اش عملوا اش ما عملوش. سي بوثينة تعمل هكا تولي مدونة، ناشطة مدونة تدافع على قيسون، راه مش على سواد على قيسون، لا 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 لا، راه مش الحاكم ما يدخل لهاش لدارهم، الدار اللي كارينا فهمتي شوية هشتك بشتك ويخدموا فهمتي بالرجال الكبار والدنيا وكذا، تتغطى بقيسون. بوثينة بوثينة يا بو قلب، بوثينة ولات محلة، تو مش شي يعمل عار، بوثينة سادسة دواجن. حتى سيزيان ما عندهاش، ولا تتحلل وتفتي في الشأن العام، لا لي شيء، مش ما يزموش على على دارها هي وخالتها وخالتها كل شيء في حي الرياض. اسمع ولد اختي، اسمع. اسمع انا هنا انا 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 يا باغي شوف الزين، يا يودوني للقصرين، يا باغي شوف الزين. واحد كاونتا في سوسة، واحد تقوم. هذه بوثينة ولد اختي، هذه بوثينة منحف وبوزقال هنا هاك تطيش وساقيها هاك، شفتوا الشطيح شفتوا الضرب، هذه ولات ناشطة ولات ناشطة ناشطة مدونة يا ابو الرب. راه مش على خاطر قيس سعيد، لا لا، مش تتملص من مش ما يصدمش عليها الحاكم في شو اسمه، مش تتغطى مش فهمت، مش تخدم على روح، تخدم على روح في حي الرياض وعاملين دار ودنيا وكذا وكذا ومصاحبة واحد في الحاكم. وانا راني تابع قيسو، انا تخدم على روح، مش تخدم على روحها في حي الرياض وما يدورش بها الحاكم وكذا وكذا، تعرف قمة الجهل. يمشي اللي بعد، هذا رمزي المزاودي، هذا كان مزاودي معروف في القروان، اسمه رمزي كالاتوس. وين ساكن؟ ساكن تحت الترينوات في المانيا، ساكن في دار تحت الترينوات في المانيا. توا رمزي باشا، هذا مسمي روحه باشا لكن هو رمزي التهامي لقبه. رمزي باشا هذايا ساكن في ساكن تحت التران في 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 في, 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 في المانيا، وحرق يعني حارق، هرب من تونس. هذا المزاودي رمزي كالاتوسا رمزي باشا، وهرب من 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 القروان، مشى لايطاليا، من ايطاليا تعدى لالمانيا. هذا يا سيدي عنده قضايا نتاع سرقات شيه، سرق شيه، وهذا شدوه مستفعل في معز، مستفعل مش لا اسر جماعه، اسر جماعه المسلطيه واش جماعه العلا والكل جماعه العلا يعرفوا. هذا يا مزاودي معروف شدوه مستفعل في معز، ولا يحكي باسم قيس سعيد، لا مش على خاطر قيس سعيد، ماشي طيب ماشي يحب يرجع لتونس، سارق شياه وعامل عمال سارق، سارق كبير وساكن في المانيا، ساكن في المانيا، ساكن في المانيا في قربي قربي تحت الترينوات، ويبول ثم ويقع الثم هكا السيكانو تو تلقاهم الفوق، ما يخرجش من الدار هذيك. ما على 4 على مترو، فهمت، مترو على مترو. اسمعوا شوفوا المنظر هذا، الوشق هذا، الجبرم هذا، كيفاش ولا يدافع على قيسون، لا لي شيء، والله كان جا على خاطر قيسون، لا مش يرجع لتونس خاطر مورط بالقضايا تاع السرقات و وعنده قضايا وعنده احكام سجنين. اسمعوا مليح،
هاي بارتاجي بارتاجي مهم عاجل هرب الجسم. طلع حكيتوا على ذي الكبيرة. كنت إن شاء الله. كنت إن شاء الله. وإحنا لبيا. وأم حليمة بارتاجي بارتاجي. وإحنا رحلة معز. هذا جبري رمزي كالاتوس الجبر ما عرفت بلي كان تعرفون يسكن في الباني تو حاجه برك ابرش نعطيوها لعانات ولا كذا يقولون هذا ما يسبونا في امهاتنا هذا من يسبونا في امهات هذا مجموعه يحيى باباي به هذا رمزي كالاتوس الجبر معناه الواحد مش ما يقعدش حتى مش يقعد في قهوه بينات اربع كراسي ما نقعدش معاه من وعده زاود يشدد نعزة وسادد كذا وسارك هذوما حتى سيزيام راهم عندهم مش نحكي لكم نتعداو لين بعد منجي ايه منجية ايه هذه منجية كلها هذا السيزيام ما فهماش هذه شنو هي تحب تشد عمدة في الروحية فهمت وشوف هكا المستوى نتاعها وشوف هكا الاقناع فهمتني منجية الخياط وديما لبسك الكمامة مرة حبت تطلع قالت لي حق الرد ولا شنو ما فهمتني في التيك توك قلت لها هبط هبط ريحة البول هذه منجي منجي تحب تولي مدونة تحب تخدم قيس صعيد مش على خاطر قيس مش تولي عمدة في الروحي شوف هكا المنظر شوف هكا الاقناع شوف هكا تقول عليها تقول عليها مزهرية يا معلم هما لا مناظر يجيبوا فيهم هذا من مستوى علمي لا ثقافة ويسبوا فينا كل نهار اسمعوا منجي مع بعضنا والكلنا يد واحدة مع قيس سعيد هذه هي ستوانسة الناس هذا من يسبوا فينا راهم ناس مرتزقة ناس لا علاقة لهم يخدموا بقيس سعيد لأغراضهم ولي يعني مآربهم وهذو الناس متخلفة ومضى بيكم هو ما عندهمش حتى كاسسمه رمزي كالاتوسة تضرب صفحة وما عنده حتى صفحة ما يتبعهم حد لكن شيء برش مش يلومون يقولوا لي عايش تحكي عليهم مش تعرفوا القذارة مش تعرفوا التخلف مش تعرفوا يقولوا يا خال الله يرحم والدينك خرجت معاش من اللي دخلوا هذا مش ضد هذا الكلوشارات عايش أنا تابع قيس الله يرحم والدين السبب كي خرجت منه كنت في زريبة ايه كنت في زريبة بالحق الحمد لله يا ربي هذا مستوى من اللي يسبوا فينا السلام عليكم